الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، وفاطر السماوات السبع والاراضين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نسال الله عز وجل ان يتم علينا رحلتنا بقبول ويسر، انه ولي ذلك والقادر عليه، مع مجموعه الفوائد البهيه على منظومه القواعد الفقهيه. وصلنا الى البيت 22 والبيت 23 من المنظومه تحت عنوان الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات الحل، والاصل في العبادات الممنوعه. الاصل في المعاملات الحل، والاصل في العبادات الممنوعه. قال الناظم رحمه الله علامه السعدي: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قلنا إن في تصرف في ضبط هذا البيت، قلنا وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا. نعم، وكل فعل طاعة محظور غير الذي في شرعنا مذكور. سوى تمشي سوى وغير سوى قليلتين. وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور. صح البيت، عشان كده بنقول لازم يبقى معاك المتن. وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور، ده عشان يبين بس يكون اللفظ اقرب شويه من ايه؟ من معنى القاعده الثانيه اللي هو الاصل في العبادات المنع. يقول الشيخ الأسماري حفظه الله تعالى في الشرح معلقا: قوله عاداتنا، طبعا عرفنا الاصل، الاصل ما يبنى عليه غيره هو الاصل الاساس والاصل القاعده والاصل الايه؟ الامر المفترض والاصل المستصحب الى اخرها. الاصل في عاداتنا، قال: العادات ماخوذه من العود او المعاوده. العادات ماخوذه من العود او المعاوده، وهي تكرار الشيء، وهي تكرار الشيء، قاله الزبيدي في شرح القاموس، ونص عليه الحموي في غمز عيون البصائر. يبقى العادات من العود، ده كلمة عادي يعني متكرر، واحد بيقول لواحد الأمر يقول له عادي متكرر. ها، ويقول بعض العرب في معنى عادي يعني قديم، عادي قديم. إيه اللي جاب عادي لقديم؟ نسبة إلى قوم عاد، عاد دائدة. تمام؟ يعني وكأنه شيء معروف عندنا يعني قديم كقوم عاد. ولكن الأشهر في الكلام هنا، في الكلام خاصة كلام الأصوليين ونحو ذلك، أن العادات مأخوذة من إيه؟ من العود اللي هو التكرار. واختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى في حد العادة وتعريفها، ما هو حدها وما هو تعريفها؟ ومن ذلك أنها، يعني من جملة جمل الأصوليين في التعريف، أنها ما استقر في الأنفس السليمة أو الطبائع المستقيمة من المعاملات. ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات، يعني هيخرج بها ما استقر في الانفس الخبيثه، يعني انفس الكفار، انفس الكفار مثلا، انفس العصاه المبتدعه الضالين، في بعض العادات التي اختلقوها واخترعوها واعتدوها. تمام؟ والا كان من عادات قوم مثلا هود كذا وكذا، ومن عادات قوم لوط كذا، امر اعتدوه، ولكن ليس في هذه العادات اللي هي المقصود. نتكلم على ما استقر في الانفس السليمه والطبائع المستقيمه من المعاملات، مش من العادات، من العبادات. ده باب تاني خالص، باب التقربات والطاعات. قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. ومن ثم، يعني ومن هناك او من هنا، يتبين ان العادات ترجع الى جنس المعاملات. العادات ترجع الى جنس المعاملات، وهي نوعان: معامله مع النفس ومعامله مع الخلق. طب المعامله مع الرب اسمها ايه بقى؟ عباده، سواء كانت في الظاهر او في الباطن. يبقى هنا المعاملات والعادات يعني هتنقسم الى قسمين: معامله مع النفس، تصرفاتك الشخصيه يعني، في مأكلك، في ملبسك، في مضجعك، في مشيك، في كلامك، فيما سوى ذلك من الايه؟ من القرب والعباده. ومع الخلق: البيع، الشراء، الزواج، الطلاق، تمام؟ الاجاره، المزارعه، الى اخر هذا الامر. امور كثيره جدا هي في باب العبادات في كتب الفقه. لذلك العلماء بيقسموا احكام الشريعه او اوامر القران والسنه او الاوامر المتعبد به الى ايه؟ الى قسمين: العباده، التوحيد، وده في كتب العقائد، وبعد كده الايه؟ الفقه والمعاملة والعبادات. بيقسموا الفقه لقسمين: العبادات القسم الاول، وبعد كده
المعاملات، لان العبادات واجبه على كل الخلق، العبادات واجبه على جميع الخلق، تمام. اما المعاملات قد يصيبها بعض الناس وقد يخطئها بعض الناس، تمام. مش كل واحد بيعمل كل المعاملات، انما كل الناس بتتوضا، كل الناس بتصلي، كل الناس بتصوم، واضح الامر. كل ذوي الاموال يصلي يزكون، كل ذوي القدره يحجون. فتجد ان هم بيرتبوا الاولى فالاول، فيبقى الاول العقائد، بعد كده العبادات، بعد كده المعاملات، وبعد كده بيجيبوا بقى المتممات والتحسينات، بيدخلوا فيها بعض الابواب، مثلا شكل مثلا اداب اللباس، اداب الطعام، اداب السفر، في بعض كتب الفقه، وبعضهم يخص لها او يخص لها كتبا مفرده. فهنا قال لنا ومن ثم تبين ان العادات ترجع الى جنس المعاملات، مش العبادات. وهي نوعان، معامله مع النفس ومعامله مع الخلق. والاصل في جميع ذلك مما ذكر، والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه. والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه. ما هو صارف الاباحه؟ يقول صارف الاباحه هو الصارف الشرعي. صارف الاباحه هو الصارف الشرعي مش الطبعي. تمام؟ واحد صرف طبعا عن بعض الاشياء ما بيحبهاش مثلا، مش متعود عليها، يكرهها. تمام؟ يكرهها طبعا او نفسا. اما الكراهيه الشرعيه او المنع الشرعي هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. تمام؟ زي مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلس عند بعض الصحابه وقدموا له الطعام صلى الله عليه وسلم، فقدموا فيما قدموا الايه؟ ضب، حيوان الصحراء المعروف اشبه بالسحالي، ياكله العرب. فقدموا لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم فعافه ولم يمد يده عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني من قوم لا ياكلونه. يبقى الصرف ده صرف ايه؟ طبعي، صرف هو طبعه لا يحبش ما بيحبش حاجه دي. تمام؟ فقال اني من قوم لا يحبونه، فاجتره خالد رضي الله عنه اكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طبعا ورد بعض الاحاديث وان كان في اسنادها كلام، الشيخ الالباني حسنها ان النبي قال الضب ليس حراما، لا احله ولا احرمه. يعني هو ايه؟ على الاباحه يعني. لا احله ولا احله شرعا بالنص، ولا احرمه كباقي المحرمات، انما من اشتهاه اكله. ماشي الكلام؟ فالاسم الكراهه الايه؟ الكراهه النفسيه والكراهه الطبيعيه، يعني انا ما بحبش الحاجه، ولا باس ان انا اقول ان انا ما بحبش حاجه فلانيه، بس زي بعض الناس ما بيتكلم يقول لك اصلا اللبن ما بيحبنيش. يقول لك احسن حرام تقول انا ما بحبش اللبن، لا مش حرام ولا حاجه. لا اشتهيه، لا اكله، لا اطعمه، ما فيش مشكله. ولكن لا تذم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذم طعاما قط. ان اشتهاه اكله وان عافه تركه. ودي من الاداب اللي العجب ان احنا نجدها بدات تتطرق في مجتمعات اهل الطاعه وطلاب العلم. ممكن يقول لا 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 الاكل ده مش كويس، ليه الاكل ده عامل كده؟ لا يجوز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ذم طعاما قط، عامل كل مش عارف اسيب. تمام؟ فقبيح جدا جدا بانسان بينتمي لطلاب العلم واهل الطاعه والسنه كده، وتلاقيه عمال في البيت بيشرط على زوجته، بيشرط على والدته، بيشرط على اخواته، في مطعم مثلا بياكل، في مجمع من الناس، قاعد في زمره من اصحابه، ويبدا يزم في الاكل. عامل كل مش عارف، ما تجيبش الاكل خالص. وما تتكلمش ولا كلمه، تمام، ولا تغير وجهك ولا كلام كده، لان هذا على ايه؟ على خلاف معنى الشكر الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. تمام؟ طيب، فهنا بيقول حتى يجيء صارف الاباحه، المقصود بالصارف هنا هو الصارف الايه؟ لا الطبعي ولا النفسي. ولا ما جرت به عاده الناس، ناس ما في امه من الامم او قبيله من القبائل لا يشتهون هذا الامر، لا يلبسون هذا الامر. والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه، قال اي الصارف الشرعي، وهو اما ان يكون نصا، اما ان يكون نصا شرعيا او اجماعا معتبرا او قياسا صحيحا. تمام؟ هو ده اللي يخلي الحاجه المباحه في بعض الامم ياتي نص شرعي بالقران او السنه الصريحه فيقول هذا حرام، وان اعتاده الناس والفوه. وان اعتاده الناس والفوه، تمام؟ زي ما نيجي نتكلم بعض الجهات دلوقتي، الافراح والمنكرات والحفلات والمش عارف كذا والمآت، اصل ده امر ايه؟ ده واجب. احنا لازم نقدم، ده مش خلوه مباح، لا واجب. من الذي اوجب هذا؟ من الذي اوجبه؟ ده لو قلت مباح لا يسلم منك. لو انت قلت ده حاجه هو حلال، هو حرام، هو عيب، ايوه حرام وعيب، لان الذي حرمه الله ورسوله واجمع عليه العلماء. منكراته واختلاطه وفضح اللحوم والعورات والسوءات والكلام ده كده، والات المعازف والطرب والكلام الماجد وتطهير الطاعات والوقوع المحرمات والنظر الى العورات الى اخره، من يشك في تحريم هذا؟ هذا محرم بلا خلاف من اهل العلم والدين. هذا لا يشك في تحريمه واحد، يعني عنده مسكه من ديانه. ولكن الناس الفوا الباطل. تمام؟ فعايزين يستصحبوا بقى هذا الباطل ويعملوه واقع مضطرد. ان وجدنا اباءنا على امه. طبعا مش ان وجدنا اباءنا على امه استهجنت عشان هي في عباده الكفار، لا، لانها عاده
جاءت في مقابلة النص، جاءت في مقابلة الشرع. فلو كانت في عبادات الأصنام، لو كانت في المنكرات العادية، لو كانت في بعض البدع والضلالات، كل الباب واحد. هي مستهجنة لأنها جاءت في مقابل الشرع. بل بالعكس، لو رأي فردي والإنسان بيستدرك على حديث أو بيستدرك على آية من آيات رب العالمين، نفس المخالفة واحد، الباب واحد. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء خير كله، فقال بعض من كان من اليهود قبل الإسلام إن نجد عندنا في التوراة أن منه ضعفا ومنه عجزا، أن منه ضعفا ومنه عجزا، فأقسم عبادة بن الصامت أن لا يكلمه أبدا. قال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك؟ أنا أقول لك النبي قال وأنت تقول لي إن نجد في صحفنا؟ خلي صحفك لنفسك. تخيل ده بيتكلم بإيه؟ توراة، يعني كان دين وشرع نازل على موسى عليه السلام. ومع ذلك لا يصح ابدا ان يوضع في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بعادات الاهل الجاهليه وعادات اهل المعاصي والمنكرات؟ لك معلش اصل الناس اتعودت، فلازم ناخدها واحده واحده، هم يتنقلوا واحده واحده. انا لا اشارك اهل الباطل في الباطل، تمام؟ راهي عز يجلس استرادق اللي مليان منكرات وجايبين راجل ضلالي مبتدع ولا حتى كان شيخ الاسلام، المجلس ده على غير السبيل والسنه. كنا نعد الاجتماع عند بيت الميت وصنيعه الطعام من النياحه، من الكبائر التي يعني نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفها باعمال اهل الجاهليه. فتان في امتي من اهل الجاهليه لا يتركونهن، تمام؟ النياحه على الميت والطعام في الاسد، النياحه على الميت والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. فهذا امر من امور الجاهليه، ومع ذلك قد يتعرف عليه الناس ويجري عرفا مضطردا في بعض الايه؟ في بعض الطوائف والامم والجماعات. ومع ذلك النبي قال من اهل الجاهليه، يعني حتى وان اجتمع عليه الناس، حتى وان تعرفت عليه الشعوب، هذا مرضو، هذا مردود. يبقى الاصل في عاداتنا الاباحه بعين الراس ماشي مضطرده حتى يجيء صارف الاباحه، صارف الاباحه من نص، من كتاب او سنه او من اجماع نعم معتبر او قياس صحيح. واعلم رحمك الله ان الناظم رحمه الله على بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين، قاعدتين كليتين. فاما الاولى فهي ان الاصل في العادات والمعاملات الاباحه، الاصل في العادات والمعاملات الإباحة يعني الهن، ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى الخبر والاتفاق. الخبر اللي هو القرآن والسنة، تمام؟ بنخبر بها يعني ما بنستنتجهاش. والاتفاق يعني ما أجمع عليه أهل العلم المعتبرين المعتبرون رحمهم الله. فأما الخبر فمنه ما رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى في قصة تأبير النخل. التأبير عادة من عادات أهل الزراعات. النخل اللي هو في النخل فيه منه ذكور ومنه إناث، والشجر والنبات منه ذكور ومنه إناث، تمام؟ فالشجرة اللافحة اللي هي بتلقح يعني اللي هي الذكر، الأشجار الذكر بياخدوا منها الطابع بتاعها وياخدوه على أسنان مثلا شيء شبه الإبر كده أو مسلات مثلا ويفعلوا به فطالع إيه؟ النخلة الأنثى، النخلة الأنثى بتطرح الطابع بتاعها شكل الكوز كده، شكل كوز الليف، تمام؟ بيبقى مقفول اسمه الكم، مقفول على إيه؟ جوه الأسنان الطلع يعني او البلح، تمام؟ فياتي في اول الموسم وياخذ من طلع النخله دي ويطعن يلغزه كده في الايه؟ في النخله الثانيه. مع بقدر الله سبحانه وتعالى وجرت سنته عز وجل في الكون ان ده بيخلي التمر يصح والبلح يعني يطيب يعني يبقى ليه طعم. لو ما حصلش كده بينشق الكوس ويطلع البلح حشف ضعيف جدا وضامن جدا وملوش طعم ويبقى مر. بيسموه الصيص في بعض الايه؟ اعراف العرب يعني او المسلمين. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مر على ناس وهم يفعلون ذلك، قال ما هذا؟ قالوا نعبر النخل حتى يصلح. قال ما ارده، ما اراه يرد من قدر الله شيئا. يعني المساله يعني أنا ما هو ربنا قدر انها ترزق هترزق وقدر انها هتعطل هتعطل. وده من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تتعلقوش بالاسباب، مش بينهاهم عنها. النبي لا ينهاهم عن الاسباب صلى الله عليه وسلم، انما لا يتعلق القلب بها، هو ده المقصد. فظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي ينهاهم عن التأبير، فتركوا تأبير النخل في المدينة بأسرها في ذلك الموسم. تخيل أنت بقى، البلد عايش أصلاً على المحصول ده. فلما جاء في وقت المحصول لم يرى، قال ماذا حدث؟ قالوا قد نهيتنا عام أول أو في أول العام يعني عن كذا. قال ما نهيتكم؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لهم هذا لم يكن من خبير الإيه؟ الصالح الشرعي عن هذه المعامله المباحه الجليله. واضح الامر؟ ووجه الدلاله ان النبي رد الامر في التعامل في الزراعه الى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى ياتي الامر من الرب سبحانه وتعالى. واما الاتفاق الاجماع يعني
فحكاه غير واحد كالنووي في المجموع وموفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني. وليعلم أن المعاملات والعادات باقية على الأصل ما لم تخالف أصلا شرعيا أو يأتي الصارف الشرعي لذلك. ومن ذلك شرب الخمر، فهو من جنس العادات في بعض القبائل وبعض البلدان وبعض الأمم وبعض المجتمع، ولكنها حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مثلا جريان عادات الناس بالاختلاط، يقول لك احنا اهل طول عمرنا كده بناكل مع اخو مع مرات اخويا واكل مع وجوز اختي يجي يقعد معانا في البيت مع اخوات البنات، عامل اهليه ولا اهليه ولا زملكاويه كما انت ما نزلناش دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه احكام، لولا مجيء الشرع لعدم الاختلاط لتركناكم يعني تاكلون وتشربون، انما الشرع نهى عن ذلك وحرم الله عز وجل الاختلاط بجانب النساء حتى في صفوف الصلاه، صفوف الصلاة في مسجد النبي في زمن النبي في بلد مهبط الوحي خلف رسول الله في صلاة الجماعة في المسجد العام الجنب، تمام؟ ومع ذلك يقول النبي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. ليه؟ عشان المرأة قريبة في الصلاة. مين المرأة من الرجل؟ أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في إنسان يقول لك لا أصل إحنا أهل، اصل الواحد يعني ما فيش في قلبه حاجه، دي زي اختي انا بقابلها وابوها بحب الشارع، دي لسه فعلا احباط. هذه اسمها معاصي كبار يعني درج عليها من الذين لا ممن ينتسب الى الاسلام يعني وهم ضعيف الايمان والاسلام الى ابعد مدى، فالانسان طبعا لا يقبل الامر بهذه الصوره. تمام؟ ولا يستصحب مثل هذه القاعده في مثل هذه المنكرات، مش الاصل بالعادات الاباحيه. ها؟ من لطيف يعني الاستدلالات ان الشيخ ابو اسحاق مره بيتكلم مع الاخوه فبيتكلموا على التلفزيون ومش عارف كده، ده خبر القنوات الفضائيه بسنين يعني. فبيقول لهم التلفزيون الاصل يعني ان انت تكلفه يعني خالص الكلام ده لا ياتي به بخيط وكلام من كده. وما جيش واحد بقى يقول لي لا اصل دي ادوات وسلوك وحديد وخشب والاصل فيها اللي يبلع، لا انا بقول لك الاصل في الجهاد ده الاباحه مش الاباحه. واضح الامر؟ طبعا ده فساد غالب يعني من باب الايه الموازنه بين الايه؟ المصالح والمفاسد. فالحمد لله الذي جاء بخير يعني وان كان فيه بعض دخل. تمام؟ فيقول واما القاعده الكليه الثانيه فهي ان الاصل في العبادات الحظر والمنع. طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا رحله طويله مع قواعد معرفه البدع للشيخ الجيزاني حفظه الله تعالى، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا به. يقول واما القاعده الكليه الثانيه فهي ان الاصل في العبادات الحظر والمنع، ومعنى ذلك هو انه لا يعتقد الناس في شيء انه فعل معترف في شيء او في فعل او قول انه عباده حتى ياتي خطاب الشرع بذلك، يعني انت مش هتعود ربنا على كيفك ولا على هواك، ولا انا لقيت ابويا بيصلي بالطريقه الفلانيه، ولا الشيال الناس عندنا في الجامع بيعملوا الطريقه، لا المساله مش كده. احنا بنقول ان هذا الامر باب التقرب والطاعات والعبادات لرب العالمين سبحانه وتعالى ورب الارض والسماوات موقوف على اذن الشرع. تمام؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نعى عمن حرم وحلل قال الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ ها؟ اعتقاد الحل والحرمه انت جايبه من عندك؟ الله اذن لكم؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ هذا سؤال استنكار يستنكر عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام؟ يقول حتى ياتي خطاب الشارع بذلك، وقد دلت الادله على صحه هذه القاعده وترجع الى ادله اولها الخبر وهو من السنه والاثر. فاما السنه طبعا السنه والاثر المشهور ان هما معنيان او لفظان بمعنى واحد او مسميان بمعنى واحد، لكن اهل المصطلح واهل الشعر يعني قد يخصون بعض الالفاظ ببعض المعاني، فالسنه في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، والاثر في المروي عن من دونه من الصحابه والتابعين. قال اما السنه فما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قال من عمل عملا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عمل عملا مقصود به ايه؟ من تقرب بقربه او تقرب بطاعته او ظن امرا من الامور دينا ليس من امرنا، اي ليس من امر ديننا، امر العام يشمل العاده والعباده، لا ليس من دين من امرنا يعني ليس من ديننا، فهو رد اي مردود عليه غير مقبول. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وهذا اصل في ان الاصل في العبادات المنع والحظر، في ان الاصل في العبادات المنع والحظر. تمام؟ ولذلك لما تيجي تكلم انسان في بدعه من البدع يقول لك هات لي دليل انها بدعه، خطا. البدعه لا يطلب الدليل على تعيينها بالبدعه، لا احنا نقول له هل دليل انها من الشرع؟ كانت بتدعي بتنسب للشرع ما ليس منه، هو القاعده البينه على المدعي البينه، فين دليلك؟ مش هتجيب لي بينه تجيب اثنين رجاله يعني حلو على حبل المشنقه، لا انت هتجيب لي دليل من الشرع، انت بتنسب للشرع، يبقى الدليل اللي انت بتتكلم فيه دليل مستنده الشرع، كتاب او السنه او اجماع العلماء،
تمام؟ يبقى البينة على المدعي، وانت بتقول هذا من دين الله، هذا من دين، هذا شرع الله، هذا مما تقرب الى الله به، هذا مما ابتغي به الثواب والحسنات، هذا باب من ابواب الجنه. واضح الامر؟ هذا من هدي النبي محمد، دليلك. ما مستندك؟ تمام؟ وبعدين احنا بنقول من ينزع من الشرع ما هو منه ويعطل احكام الشرع ليس باقل اثما ممن يضيف الى الشرع ما ليس منه. هم زي بعض بالظبط. يعني ده استدراك على رب العالمين بالسلب، وده استدراك على رب العالمين بالاضافه. ده بيسحب من الدين وده بيحط فيه ما ليس منه. فالاثنين في الجريمه سواء. فلذلك لما حد يجي يكلمك في مساله انت بتستهينها وبتنكرها وعارف انها ليست من الشرع، لازم تكون عارف. مش المساله انك هتنكرها انكار شخصي انك ما تعرفهاش. يعني الدين مش محصور في اللي انت عرفته. تمام؟ فنقول ان هذا ليس من الشرع بعد ان تتاكد. وبدعه منكره، الدليل انها بدعه ايه؟ انا عايز حديث يقول من فعل كذا فهو مبتدع، او العمل الفلاني بدعه. غلط. غلط، ان هذا يعني ايه؟ يضيق به الحصر. هذا يضيق به الحصر. هو الشرع قاعد يعدد كل المخالفات بالوحده؟ لا. فان الشرع حطنا دين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الى اخر الايه الاشهر، ده في المله والاعتقاد. تمام؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام؟ واحنا اتكلمنا في معنى الاحداث وتفاصيله، يعني احنا اخذنا سلسله محاضرات طويله في هذا المعنى، فيرجع اليها ان شاء الله رب العالمين في قواعد معرفه البدع اللي علمها الدكتور الفيزاني حفظه الله. فالشاهد ان هذا الكلام لو من المخالف لما يجي يقول لك هات دليل على البدعيه، هذا الكلام غير مقبول، كلام غلط غلط. تمام؟ لان انت على بدعه، انت احدثت، انت اللي خارج على نظام الشرع، انت اللي تنسي للدين ما ليس منه، فهذا دليل. اما انا فعلى ثقه من دين، والله النبي ما قال كده. والله هذا ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اذا كنت انت عندك ثقه انه ليس من الشرع. تمام؟ يقول هذا اصلا في ان الاصل في العبادات المنع والحظر. وبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد قبول العباده باخذها عنه، عن الشرع. وصدورها منه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المشرع صلى الله عليه وسلم لأمته. فباعتبار غير ما قال، فاعتبار غير ما قاله أو فعله من العبادات، ها؟ فاعتبار غير ما قاله أو فعله من العبادات عبادة تفعل أو تقال، اعتبار مردود على صاحبه. اعتبار ما لم يقله عبادة أو قربة من القرب، هذا اعتبار مردود على صاحبه، لأن ذلك محظور عليه، محظور عليه. ولذلك الإمام الشافعي يقول في مثل هذا: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد ضاد الله في حكمه. أنت بتعمل كده يقول لك أصل أنا بحبها، بستريح، بلاقي انشراح صدري، وبلاقي كده هدوء بال، وببقى مبسوط جدا جدا لما أقعد أقول مثلا يا الله يا الله، طول الليل مثلا يجي 1000 مرة، 5000 مرة، 10 مرة، أنا بجد إن أنا مستريح. وبجد لها اثر كده، ببقى طول النهار كده هادي ومركز وكلام كده. لا، هي المساله مش بالشمع بتاخدها بتدي لك طاقه ولا بتهدي اعصابك، المساله مساله قرب، طاعه من الطاعه. تمام؟ يبقى مقياسها مش انطباعك الشخص عليها. ماشي الكلام؟ مش زي اللي بقول له الصلاه من غير بلوغه ما تنفعش، مين قال كده؟ انا عملتها كذا مره ونفعت. انت كذا مره ونفعت ازاي يعني؟ هو انت متصور انت لما تصلي من غير وضوء هتقع ميت مثلا؟ ولا هيجي لك مغص كلوي؟ ولا هترجع؟ هو ده معناها انها ما تنفعش؟ لا، يعني ما تنفعش، يعني لا تقبل. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان انت تجرأت على الشرع وتفحمت الجهالات وعملتها ومحدش علق عليك يبقى كده نفعت. نفعت فين؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يقول: واما الاثر، يعني الذي يقرر هذه القاعده، فما اخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، عن سعيد بن المسيب انه راى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين. ها الاثر احنا كثيرا ما نستدل به. تمام؟ وهذا يدل على فقه السلف رضي الله تعالى عنهم، وانهم يعني يثبتون امام الشبهات الباطله. سعيد رضي الله عنهم ينكر على الرجل بمقتضى السنه، وان الرجل خالف شرع النبي محمد ووقع في البدعه. فالراجل بقى بيقول ايه؟ الشبهه اللي موجوده عند كل الناس. انتوا حرمتوا الصلاه على النبي؟ انتوا بتحرموا مش عارف كده؟ انتوا بتحرموا الصلاه؟ حرموا علينا القران؟ الراجل بيتكلم بنفس الكلام. فسعيد رضي الله عنه وارضاه راى الرجل يصلي ركعتين بعد الفجر زائدتين عن سنته، عن سنة الفجر، يطيل في سجودهما وركوعهما، فزجره عن ذلك، فأنكر عليه المصلي فقال: وعتيب له على الصلاة؟ أنت يعني الصلاة أنا بصلي بركع وأسجد، ها؟ وهيجر بقى الأدلة الثانية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وحي، هيعمل كارت إرهاب لسعيد رضي الله عنه. فقال سعيد: لا يعذبك الله على الصلاة وإنما على مخالفة السنة. يبقى الخصام فين؟
الخصام في صفة العبادة مش في أصلها، لأن دي من عبادتها إيه؟ من البدع دي اسمها بدع الإضافية أحسن، بدع الإضافية لها أصل في الشرع، يعني أمرنا الله عز وجل بها على سبيل الإهمال، والتفصيل ده من عند صاحبها، هو بقى بيحبشها بيجيب لها وقت مخصوص، عدد مخصوص، قدر مخصوص، جنس مخصوص، مكان مخصوص، حالة مخصوصة من الجهل والإخلاق أو الاجتماع والإفراد إلى آخر هذا. تمام؟ والآثار في ذلك كثيرة جدا، وثانيهما الاتفاق. فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه اتفاق السلفي رحمه الله على أن الأصل في العبادات الحاضر والمنع، الأصل في العبادات الحاضر والمنع. فإذا إذا كان العمل في أصله مشروعا ولكن زيد في هيئته اللي هي البدعة الإضافية أو أنقص منه فلا يحكم على بطلانه مطلقا ولا على صحته مطلقا، قال ابن رجب في شرح الأربعين: لأن الخلل قد يكون في شيء يوجب بطلان العبادة، وقد يكون في شيء دون ذلك. ومثال الصلاة إذا أوقعت بدون السجود فإنها باطلة. ليه؟ لأن السجود ركن باتفاق العلماء، واحد بيصلي ما بيسجدش، مش العجز مثلا فيومئ بدلا عن السجود في الأرض، لا ما بيسجدش أصلا، هو قراءة وركوع وسمع الله لمن حمده وهو قاعد ما بيسجدش. تمام؟ هذه الصلاة باطلة غير معتد بها، لا نفلها ولا قدر. تمام؟ يقول كالسجود مثلا فإنها تكون باطلة، لأن السجود من الأركان، وإن أوقعت دون قراءة ما تيسر بعده، ها بعد الفاتحة يعني، فهي مجزئة صحيح، واحد بيصلي بيقتصر على الفاتحة بس. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة في قول عامة في أهل العلم، لأن ما زيد على الفاتحة مستحب في قول عامة الفقهاء. تمام؟ ده بالنسبة لمسألة الزيادة ونقصان، ما لم يفعلها تدينا. يعني واحد بيتدين إنه مش هيقرأ ديني الذي اتقرب الى الله عز وجل به ان انقص من القراءه دائما اتصل على الفاتحه لا ازيد عليه، غلط. هنا دخل في حيز الابتداع، واحنا طبعا فرقنا بين الترك الذي يكون بدعه والترك الذي لا يكون بدعه، والزياده التي تكون بدعه والزياده التي لا تكون بدعه في قواعد معرفه البدعه. مساله: هل يشترط في كون الاصل في العبادات الحاضر انسحاب ذلك على كميه فعل العباده من رسول الله بحيث لا يزال على تلك الكميه ونحو ذلك في المندوبات والسنن؟ دي مساله مهمه، إشكالياتها كثيرة بتيجي فين دي؟ في رمضان، في مسألة ركعات صلاة الليل، ركعات قيام الليل، 11 ركعة ولا 13، طب نزود ولا ما نزودش، طب الزيادة جائزة ولا بدعة، ومعركة كل عام. فهنا مسألة بيطرح، يقول: ذهب الشاطبي في الموافقات إلى لزوم ذلك، تمام؟ وأن الزيادة مخالفة، وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في الصحيح المرسلة إلى أن العبادة إذا ثبت أصلها وندب إليها بالسنة القولية فالمواظبة عليها فرض وسنة. ها؟ وعامة الفقهاء في مسألتنا بعينها اللي هي مسألة قيام الليل على جواز الزيادة على ايه؟ 11 ركعة أو 13 ركعة، وأن صلاة الليل قيام يعني عبادة غير مؤقتة. غير مؤقتة يعني مالهاش عدد، مش مالهاش وقت. تأكيد يأتي بمعنى العدد وبمعنى الزمن. تمام؟ فنقول إن صلاة الليل عبادة غير مؤقتة يعني مالهاش عدد. مثنى مثنى، بعموم قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى. صلت منك على قد ما ربنا يفتح عليك. تمام؟ فإن خشي الفجر فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وده اختيار شيخ الاسلام واختيار هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه والكثير من علماء الحديث من المعاصرين والقدامى، اللهم الا من تبنى مذهب الايه؟ الظاهريه الشيخ الالباني رحمه الله وبعض تلامذته، نسال الله عز وجل ان يأجرنا واياهم. القاعده التي بعد ذلك هي قاعده الوسائل لها احكام المقاصد، في البيت 24 بيقول الشيخ السعدي رحمه الله: وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما هي الوسائل؟ يقول الشارح الشيخ الاسماري حفظه الله: الوسائل واحدها وسيله. الوسائل واحدها وسيله، وهي الذريعه الموصله الى الشيء المطلوب. وهي الذريعه الموصله الى الشيء المطلوب، والمقصود هنا الوسائل الشرعيه المتعلقه بالمطلوب فعله او تركه. بالمطلوب فعله او تركه، ونحو ذلك من الاحكام التكليفيه. يعني الله عز وجل امرنا بالعبادات، هذه العبادات يتوصل اليها ببعض الامور. تمام؟ فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام الا به فهو حرام، ونحو هذا. تمام؟ فيقول وسائل الامور كالمقاصد، يعني المقصد بتاعك انت عايز تعمل سنه، فالوسيله التي اذن الشرع فيها اليه سنه. عايز تقيم فرض، الوسيله التي اذن الشرع فيها للتوصل اليه ولا يوصل بها الا اليه فرض. كالمقاصد، الوسائل وسائل الامور كالمقاصد، والمقاصد يقول واحدها مقصد وهو الشيء المطلوب، قال الكفوي في الكليات، قال الكفوي في الكليات. قوله واحكم بهذا الحكم،
أن الوسائل لها أحكام المقاصد احكم بهذا الحكم للزوائد. يقول يعني الزائد على الوسيلة والمقصد وهو ما يسميه الفقهاء بالتتميمات أو المتممات. ومن ثم يتبين أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة. الأشياء عند الفقهاء ثلاثة: أولا المقاصد، ثانيا الوسائل، ثالثا المتممات. وبيان ذلك بمثال ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، ألا هو الصلاة. ووجه انطباق هذه القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو أن الصلاة من حيث أدائها قصد أو مقصد، الصلاة نفسها مقصد من المقاصد الشرعية، تمام، والمشي إليها وسيلة، والرجوع بعدها إلى المكان الذي جاء منه متمم. شوف ده مثال أهو، يبقى الصلاة مقصد والمشي إليها وسيلة، ورجوع على المكان الثاني متمم، وهتصلي وتنك هناك مش هتروح، هترجع تاني، فهذا مما يتمم عمل الصلاة وعودتك إلى منزلك. فالمقصد في هذا المثال هو الصلاة، لأن الله تعالى أمر بأدائها وإقامتها في غير آية، وهذا أمر مجمع عليه، تمام؟ واجب في الواجبات، مستحب في المستحبات، كما قال تعالى: أقم الصلاة وأقيموا الصلاة، تمام؟ وقد حكى الإجماع غير واحد كابن المنذر في الأوسط وابن هبيرة في الإصحاح وغيرهما. والوسيلة في هذا المثال هو المشي إلى الصلاة، إذ أن القدمين آلة المشي والسير، واستعمالهما راجع إلى المشي. فعندما يقصد الصلاة ويستعمل هذه الآلة في الوصول إلى مقصده يسمى المشي وسيلة، يسمى المشي وسيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إيه؟ في هذه الوسائل اللي هي المشي إلى الصلاة، وأحاديث المشي إلى الصلاة كثيرة جدا جدا، كما في صحيح مسلم أن بني سلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيوتهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يتخذوا بيوتا قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله مراقبا إياهم في المشي إلى الصلاة: بني سلمة، بيوتكم أو دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، منصوبة لي دياركم في دياركم، ها؟ إلزموا دياركم، إلزموا يعني منصوبة بإيه؟ بسبب فعل يعني مقدر تقدير، إلزموا دياركم أو كثوا في دياركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني آثاركم خطوات المشي، تمام؟ ومنه قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا آثارهم، قيل آثارهم المشي إلى المساجد، وهذا من باب التفسير بالإيه؟ الناس بتوع مقدمة التفسير. القرآن إيه؟ القرآن. مش فاهم بتقولوا إيه؟ القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن؟ لا. القرآن إيه؟ لا لا لا. ده من الجنابي اللي بيقول هنا دلوقتي بعض في تفسير قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا آثارهم، قال بعض السلف آثارهم المشي إلى الصلاة. اللي هو البعض المثال. أيوه تفسير، تفسير بالمثال. تفسير بالمثال مش بالحصر ولا بالتعليم، لأن الآثار كلها، كل ما يقترب الإنسان من طاعته إيه؟ وسيلته. ونكتب ما قدموا كل أشياء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من باب التفسير بضرب المثال، أو تفسير العام بأحد أفراده. تفسير العام بأحد أفراده، إما على سبيل ضرب المثال وإما على سبيل غيره. طيب، فبيقول لنا هنا: والمتممة في هذا المثال هو الرجوع إلى المحل الذي أو المحل الذي جاء منه المصلي. وإنما سمي متمما لأن أصل عمل الصلاة انتهى بالوسيلة، تمام؟ انتهى بالوسيلة والمقصد، ولكن تمام صورة الذهاب إلى الصلاة وعملها لم تنتهي إلا برجوع المكلف إلى المحل الذي خرج منه، لأنه حينئذ تمم عملا ذهب إليه واشتغل به. وليعلم أن القاعدة المشار إليها في كلام الناظم رحمه الله هي ما يطلق عليه الفقهاء قاعدة للوسائل أحكام المقاصد، للوسائل حكم المقاصد، وللزوائد حكم المقاصد. وبيان ذلك من المثال السابق هو أن أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد واجب على أرجح قول العلماء في الإيه؟ خلاف الفقه في المسألة. فالوسيلة إليه تأخذ حكمه وهي المشي، فتكون الوسيلة واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على اختصار قد فصلناه سابقا، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به مما هو داخل تحت قدرة المكلف والشرع أمره بتحصيله فهو واجب، لأن مش كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا الكلام ده قبل كده ولا ما وشلته؟ مش حد زي بس نعيده في إعادة إفادة. قلنا ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين، تمام؟ ربنا أمرنا بواجبات، الواجبات دي لا تحصل إلا بأشياء، أشياء داخلة تحت قدراتنا نقدر إحنا نتصرف في حصولها، وأشياء غير داخلة في قدراتنا، تمام؟ دخول الوقت لوجوب الصلاة داخل في قدراتك؟
يعني انت تعرف تستعجل الظهر شويه عشان انت راجل عايز خير وبر عاجله، ما تعرفش تمام؟ تعرف تستعجل مثلا ايه يوم العيد عشان يعني الناس تفرح وبتاع، بدل ما احنا قاعدين في الالام والاحزان ناجل العيد كده شهرين ولا حاجه، ما تعرفش تمام؟ صيام رمضان، اشتقت الى رمضان ونزول الملائكه تجيب رمضان بعد ما كان سفر، مش هيحصل تمام؟ فهنا بنقول دلوقتي مما لا يتم الواجب الا به شيء لا يدخل تحت قدره المكلف، ما تعرفش تتصرف فيه، كدخول وقت الصلاه وكدخول الشهر لوجوب الصيام ودخول ايام الحج لوجوب التمسك ونحوه تمام؟ وفي اشياء داخله تحت قدره المكلف انت تقدر تعملها وتقدر ما تعملهاش تمام؟ لكن الذي يدخل تحت قدره المكلف قسمان تمام؟ قسم طالبك الشرع بتحصيله وقسم لم يطالبك الشرع بتحصيله. واضح؟ يبقى خلينا في اللي على جنب ده، يبقى ما لا يتم الواجب الا به مما ليس تحت قدره المكلف ما نقولش عليه واجب ده. بعيد علينا خالص ده. تمام؟ ونيجي بقى في اللي هو داخل تحت قدره المكلف اللي هو قسمان ده. قسم انت مطالب بتحصيله. تمام؟ لا تتم الصلاه الا بالوضوء، وانت مامور بالوضوء ولا لا؟ فمن هذه الجهه الوضوء واجب. من هذه الجهه الوضوء واجب، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. طبعا تكييف الفقه بانه شرط ده مساله ثانيه، انما احنا بنقول انك مامور بتحصيله، انت مامور بتحصيله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي استروا عوراتكم عند كل صلاه، مطالب بتحصيله ولا لا؟ يبقى النوع ده مما هو داخل تحت قدره المكلف وانت مطالب بتحصيله لا تتم الصلاه الا به، يبقى ما لا يتم الواجب اللي هو الصلاه مثلا الا به مما هو داخل، مش الثاني، مما هو داخل تحت قدره المكلف ولا يتم الا وقد طالبه الشرع به، يبقى فهو واجب، ده نسل فهو واجب. اما ما لم يطالبك الشرع بتحصيله اصلا وان كنت تقدر عليه وداخل في قدرتك كبلوغ النصاب للزكاه، مش تقدر تحوش هتبقى عندك فلوس كتير؟ تقدر تمام؟ كتحصيل الاستطاعات للحج تقدر ولا ما تقدرش؟ اقدر واقدر امسك على نفسي وما اصلش وكلام من كده لحد يبقى عندي فلوس اقدر اسافر بيها للحج. هل الشرع طالبنا بذلك؟ لا. تمام؟ ولذلك بعض الدعاء لما يتكلم مثلا ياخذ الاسلوب الوعظ شويه يقول ايه؟ يجب على كل مسلم ان هو يحوش علشان يروح. لا ما يجبش. خطا. الشرع لم يطالبنا بذلك. ولو فعل فهو خير. انما كل انه مطالب بهذا الامر، لا مش مطالب، مش مطالب ان انت تحوش فلوسك ما تصرفهاش عشان الحول يلف عليك ويفضل يبقى عندك لمده سنه وتطلع زكاه، ما انتش مطالب. تمام؟ ما انتش مطالب ان انت يعني تمتنع من انفاق المال عشان يبقى عندك فلوس تسافر بيها للحج، لكن انت مطالب للحج. انت مطالب، مش معنى كده ان انت مش انت مطالب للحج، ما انتش مطالب انك تحوش. عندك القدره وجب عليك الحج من عامك على الراجل من قول الامام. مش هنقول لك طب خليها السنه الجايه، طب السنه اللي بعدها، طب نعمل جمعيه، ان عملت هذا خير. انما انك مطالب بهذا لا. فهنا بيقول لنا وبيان ذلك ان اداء الصلاه المفروضه بالجماعه واجب، فالوسيله اليها تاخذ حكمها. تمام؟ وهي المشي، فتكون الوسيله واجبه لان الصلاه لا تتم الا بمثل هذه الوسيله، الانتقال الى مكان الجماعه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما هو مقرر في الاصول على التفصيل الذي ذكرناه. وهو متمم ومتمم ايضا، ومتمم هذا الواجب له حكمه ايضا. تمام؟ من حيث الثواب والاجر. من حيث الثواب والاجر، احنا ذكرنا الحديث في سنن ابي داود وغيرها ان رجلا من المسلمين كان يشهد الجماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض اصحاب النبي وكان من ابعد اهل داره في المدينه، بيته بعيد جدا وكانت لا تخطئه صلاه في جماعه. كل ما اجي انا جنب المسجد كل الاقيه في المسجد، الراجل ده بيجي امتى؟ تمام؟ فقال له يعني قد علمت انك رجلا شاسع الدار، بيتك بعيد خالص، فلو اتخذت دابه ها تحملك في الحراء في الرمضاء والايه؟ في الحر والرمضاء. قال اني احتسب على الله ان يكتب لي اجري اذا ما انا جيت واذا ما عدت الى اهلي. فتعجب الصحابي هذا، احنا نعرف ان الثواب اللي جاي بس، انما اللي مروح كمان. تمام؟ فقص قصته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لصاحب الايه؟ البيت البعيد ده، قد اعطاك الله ذلك كله، قد اعطى لك ذلك او لك ما نويت يعني ذهابا وجيئه او كما قال. تمام؟ يقول فقد جاء في الصحيح وغيره من الاحاديث يعني اخبار تفيد ان المصلي له اجر وثواب على ذهابه الى الصلاه حتى يعود الى محله الذي جاء منه. قال شيخ الاسلام رحمه الله في المجموع وهذا المعنى وردت به اخبار صحيحه. وهذا المعنى وردت به اخبار صحيحه، بمعنى ان الانسان لما بيتمم العمل خواتيم العمل او بينهي العمل خواتيمه ومتمماته بتبقى في جمله الثواب ايضا. ولذلك الانسان لما بيجي يعمل عمل من فقهك ويعني او من فقه المرء المتعبد لله سبحانه وتعالى ان يكون صاحب ايه؟ صاحب هدمه في مساله الاستمرار والانتظام ان العمل يتم على اكمل صوره، مش ان انت تبدا وتسيبه وتفتش بعد كده. انا عملت اللي عليا، لا انت تفضل انت اجرك وثوابك محفوظ لاخر لحظه. تمام؟ وفي تنميه العمل، يعني العمل بدا، الفكره انحطت واتنفذت
وبدات تظهر بعد ثمار، ما سيبهاش بنروح سايبها وماشي، لا لا خليك معاها لحد ما تنمو وتثمر، ثبتت خليك معاها مع الجيل الثاني والثالث والرابع كله في ميزان حسناتك. تمام؟ زي اللي بدا دعوه في مكان مثلا، ها، او بدا برنامج علمي، او بدا مشروع دعمي، او بدا مشروع خيري، وبعدين حط يقول لك انا يكفي بس ان انا ايه احرك الهمه، ده طبعا كل حاجه. تمام؟ ومثلهم مثلا ايه؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، انا يكفيني التحريض بس ان انا احرض الناس على الخير. ما اذا كان في مقتول اكثر من كده اعمل، ما هو كل ده الثواب. الوسائل لها احكام، المقاصد والمتممات لها احكام، المقاصد ايضا. تمام؟ يبقى هذه او هاتان القاعدتان تناولناهما من خلال قول الشيخ رحمه الله تعالى: والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وليس مشروعا من الامور سوى الذي في شرعنا، ولا ايه؟ وكل فعل طاعة محظور سوى الذي في شرعنا مذكور، وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوجية. اتفق هذا القلب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.